السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. إذن في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة جهاز باور بانك أو بنك للطاقة من فئة أو من سعة 20,000 ميلي أمبير، وسنذكر كذلك في هذه الحلقة لماذا ستحتاج واحد. إذن تابعوا معي فتح العلبة. إذن سنقرب هذا البنك الطاقي أو بنك الطاقة هذا من الكاميرا لتروه بوضوح. إذا لاحظوا، لنقوم بتشغيله أولا. يأتي بشاشة هنا تعرض لنا مستوى الطاقة، قد شحنته مسبقا 100%. بعد تعليمات هنا لاحظوا input 5 فولت 2 أمبير ماكس، يعني مدخل 5 فولت 2 أمبير، والمخرج مخارج 5 فولت 2 أمبير ماكس، يعني يشحن ب 5 فولت و 2.1 امبير، وكاباسيتي 20,000 ملي امبير. من هذه الجهة يأتي الباور بانك بمدخلي USB، يعني يمكنك من شحن جهازين في آن واحد. وكما قلنا هذين المدخلين فهما يأتيان ب 5 فولت و 2.1 امبير كحد أقصى. يأتي كذلك بمدخلين، الأول مايكرو USB والثاني تايب سي، وهذا لشحن الباور بانك، يمكنك استعمال أحدهما. يأتي هذا الباور بانك في لونين مختلفين، يأتي في اللون الأبيض كالذي بين أيدينا، ويأتي كذلك في اللون الأسود. سعة هذا الباور بانك كما قلنا سابقا هي 20,000 ملي أمبير 74 واط. مثلا إذا كان لديك هاتف 4,000 ملي أمبير فتستطيع شحنه بهذا الباور بانك حتى 5 مرات. وزن هذا الباور بانك هو 430 غرام، وثقيل نوعا ما، تقريبا نصف كيلوغرام، لان به بطاريات ليثيوم في الداخل. كذلك طول هذا الباور بانك هو 16.5 سنتيمتر، وبالنسبه للعرض فهو 8.1 سنتيمتر، وبالنسبه للسونك فهو 2.25 سنتيمتر. بنك الطاقه هذا سيكون مفيدا جدا، خصوصا اثناء السفر والتنقل، حيث إذا كنت في أماكن لا تتوفر فيها مقابس للتيار الكهربائي أو منبع أو منابع للتيار الكهربائي، فيمكنك استعمال الباور بانك أو بنك الطاقة هذا لشحن هاتفك والأدوات التي تتوفر عليها، مثلا كالكاميرات وأشياء أخرى. وهذه بعض استعمالات هذا الباور بانك. نجرب شحن هذا الهاتف بالباور بانك. لاحظوا تشارجين لا تظهر. يمكنك كذلك باستعمال هذا الباور بانك شحن إما ساعتك الذكية أو سوارك الذكي. مثلا نبدأ بالسوار الذكي. إذا هذا هو السوار الذكي من شاومي النسخة الرابعة. يشحن. نجرب كذلك هذه الساعة الذكية. سأقربها. إذا تشحن كذلك. يمكنك كذلك شحن بطاريات قابلة للشحن مثل هذه. لاحظوا تأتي بمدخل مايكرو USB. على سبيل المثال أي كيبل مايكرو USB يفي بالغرض، ثم نغرسها هنا وتبدأ في الشحن. لاحظوا المصباح هنا. يمكنك كذلك بواسطة هذا الباور بانك تشغيل مروحة صغيرة أو مصباح ليد صغير. لنبدأ بالمصباح. لاحظوا يمكن أن يدوم لمدة طويلة جدا، خصوصا أن هذه المصابيح لا تستهلك الكثير من الطاقة. ويمكن كذلك
أن نشغل هذه المروحة. لاحظوا كذلك ستدوم لمدة طويلة، أو يمكنك كذلك تشغيل مروحة DIY قمت بتركيبها بنفسي. لاحظوا زودتها بمدخل USB. نقوم بتجربة هذه المروحة. إذن مباشرة دائما منبع الباور، لاحظوا يمكنك كذلك بواسطة بنك الطاقة هذا شحن سماعاتك اللاسلكية، وبالتالي ستدوم معك مدة أطول. على سبيل المثال إذا كانت تدوم 12 ساعة فربما ستضاعف هذه المدة لعدة مرات. أو يمكنك شحن كاميراتك الرياضية الصغيرة على سبيل المثال. إذا نشحن الكاميرا الأولى، لاحظوا الليد يضيء، وكذلك الكاميرا الثانية. إذا كما قلنا دائما الجميل في الأمر هو أنه يمكنك شحن جهازين في آن واحد. يمكننا كذلك شحن جهاز هاتف صغير بحجم البطاقة، أو جهاز أتاري بأكثر من 500 لعبة. سنقوم بشبك هذه الأجهزة ونضعها في الباور بانك، ثم الجهاز الآخر. يمكننا الباور بانك ذلك من شحن قطعتي التجسس هاتين، جهاز تتبع المواقع GPS تراكر، وقلم التجسس وتسجيل الصوت. يكفي فقط التوفر على مدخل USB المناسب. لاحظ هذا القلم، ثم نتركه يشحن من الباور بانك. أي شيء يشحن باستعمال الحاسوب يمكن شحنه باستعمال الباور بانك، والجميل في الباور بانك أنه منقول، والحاسوب يمكن أن ينفذ. لا أدري هل ستظهر لكم الليدات، المهم ثقوا به فالأجهزة تشحن. يمكن كذلك شحن مكبر صوت خارجي عن طريق مدخل مايكرو USB. هذا المصباح يشحن كذلك. يمكن كذلك شحن بعض الأجهزة المستعملة في التصوير. لاحظوا هذا الجهاز هو حامل الأشياء التي نصور أو ترايبود. يأتي كذلك بمدخل مايكرو USB. يبدأ الشحن. يمكن كذلك شحن لوحة مفاتيح لاسلكية بها بطارية قابلة للشحن. لاحظوا تشحن. من الأشياء المفيدة التي استفدت منها حقيقة هي تزويد اللايترينج بالطاقة عن طريق الباور بانك دون اللجوء إلى البحث عن منبع الطاقة، ويمكن التصوير في أي مكان. لاحظوا هذا هو اللايترينج. لاحظوا تشغيل مختلف الألوان، نقصان السطوع وزيادة السطوع فقط بالباور بانك دون الحاجة إلى شاحن كهربائي أو شيء من هذا القبيل. إذن وهذا جميل جدا. إذن باختصار شديد هذا الباور بانك سيمكنك من شحن جميع الأجهزة التي تعمل بمدخل USB 5 فولت ولا تتجاوز 2 أمبير 2.1 أمبير. كذلك جميع الأجهزة التي ذكرناها الآن سواء حلقة المضيئة أو الأجهزة السابقة. سأترك لكم
روابط الحلقات أو المراجعات في وصف الفيديو أو في الدائرة البيضاء، لأننا قمنا بمراجعة جميع هذه الأجهزة. شحن هذا باور بانك وامتلاؤه حتى 100% يستغرق وقتا طويلا، وذلك راجع لسعته الكبيرة. ويمكن شحنه بشاحن هاتف عادي مثلا 5 فولت 2 أمبير، لا تتجاوز 2 أمبير لأن تلك هي سعته القصوى. ويمكن شحنه بواسطة سواء مدخل تايب سي مثل هذا أو مايكرو يو اس بي، لأن فيه مدخلين، لاحظوا مدخل تايب سي ومدخل مايكرو يو اس بي. إذا الأول لشحنه والثاني للشحن، ومدخلي يو اس بي هنا تايب أ هو لشحن الأجهزة. إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بالزر لايك، ولا تنسوا المشاركة في القناة. كذلك جميع الأجهزة المذكورة في هذه المراجعة سأتركها لكم في الدائرة البيضاء. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.